مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. بلاغ للنائب العام ضد القمص ميخائيل البحيري والبابا بعد تصريحات القمص ميخائيل البحيري الأخيرة. بعد ظهور مقطع فيديو للقمص ميخائيل البحيري كاهن عزبة النخل والمرجع على صفحته الشخصية على الفيسبوك، ويعلن فيه بطلان معمودية الكنائس الإنجيلية البروتستانتينية، ويعلن فيه أيضا بطلان الزواج، وهو يقول أنه أصبح زنا ولا نصيب لهم في دخول الفردوس. من جهته استنكر القس أيمن لويس حنا رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية الفيديو والتصريحات التي تضمنها، واصفا إياه بأنه شخص غير مسؤول، وهو ما أكده بيان الكنيسة الذي وصف الفيديو بأنه خطاب يحرض على الكراهية، وازدراء الآخر وهو موجه بشكل خاص لأتباع الكنائس الإنجيلية والغير أرثوذكسية بشكل عام، وهو ما ينتج عنه صراع اجتماعي كبير، فضلا عن الإهانة والافتراء، وكل هذا يتسبب في زعزعة الأمن واستقرار المجتمع والعائلة من خلال الادعاء بأن العائلات التي تزوجت خارج الكنيسة الأرثوذكسية هي علاقات زنا. كما أضاف إن أبناء هذه العائلات هم أبناء علاقات غير شرعية. وحمل القس حنا المسؤولية على الكنيسة الأرثوذكسية التي ينتمي إليها القس صموئيل. وفي النهاية أكد القس حنا أنه ينتظر رد القدرائية الأرثوذكسية على تصريحات الهيمنة. كما أوضح أن الزواج المسيحي في الفكر الإنجيلي المصلح هو رباط وعقد مقدس بين رجل وامرأة مدى الحياة، وهو قصد إلهي حددها الله، أقرتها القوانين المدنية أيضا، وأنه خدمة روحية تتم من خلال وتحت قيادة كاهن معين وفقا لنظام الكنيسة. من جهته أكد القس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر خلال حوار مفتوح مع قيادات مجمع القاهرة الإنجيلي احترامهم لكافة المعتقدات وأي تصريحات خارج السياق، لأنها دامة ولا يجوز لأحد أن يفرض إيمانه على الآخر. وبلاغ للنائب العام ضد القمص ميخائيل البحيري، وقد تقدم الناشط القبطي حنين عبد المسيح بلاغه الرقم 99545 للنائب العام ضد القس صموئيل البحيري كائن وعزبة النقل والمرج الجديد والبابا تودروس الثاني بصفته الرئيس الأعلى دينيا وظيفيا للقس صموئيل البحيري بتهمة إهانة أبناؤنا وبناتنا في الكنائس البروتستانتينية والتشهير بهم، حيث أنه استند في البلاغ على ما ورد في الفيديو الذي نشره القس صموئيل البحيري على صفحته على الفيسبوك يتحدث عن البروتستانت الإنجليين، فقال المعمودية البروتستانتينية باطلة والجواز البروتستانتي زنا، وهذا كلام غير مقبول وغير معقول. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا اشتراككم في القناة قناة الملكة والأمير.